اشكر اللعيبه، بقول لهم صدقوا نفسكم، انتوا عندكم اكتر من كده كمان، يمكن لسه برضو انا شايف انا حاطط لهم ليفل او حاطط لهم مستوى في دماغي، هم لسه ما وصلناش للمرحله اللي احنا بنطمح ليها، عندكم اكتر من كده، اللي جاي اصعب. اللي فات انا بالنسبه لي مباراه النهارده انتهت، المهم اللي جاي خطوه كويسه، نحط رجلينا على ان احنا بنجح. يعني دايما العصايه دايما في ايد اللعيب مش في ايد المدرب، ولكن حاله الثقه اللي بيننا وبين بعض تسمح لنا ان احنا نقدم الشكل المطلوب والاداء. يعني انا بشكرهم تاني من خلالكم واقول لهم انتوا لعيبه كويسه وعندكم اكتر من كده واللي جاي احسن باذن الله. طيب خليني اخد من كلام حضرتك واسالك عن الطموح او التارجت اللي حضرتك حاطه للعيبه، وكابتن رضا حتى استفز اللعيبه ازاي عشان يخرج منهم ده؟ لا بص، هو التارجت ان انت بتاخد مباراه مباراه، احنا بنلعب مباريات كاس، انا مش حاسب فكرتي في الدوري هبقى فين او ابقى ازاي، انا باخد كل مباراه على حده بتتكلم عليها، بتتكلم في خصوصياتها، بتتكلم في مميزات الفرقه الثانيه او عيوبها وبتشتغل على كده، واللعيبه لو نفذت الامور بتبقى سهله، وهيجي وقت مش هينفذوا او بتبقى خارج الاريا يعني بتاعت المباريات، ولكن ازاي تقدر تطلع من المباراه باللي انت عايزه واحده واحده، مش مستعجلين، عندنا وقت وعندنا الحمد لله الثقه رجعت تاني، ودي حاجه كويسه. وانا شايف المباراه بتجيب مباراه، فالاداء بيعلى والاداء والمستوى بيتحسن، فده كله حاجات ايجابيه لينا. من اول دقيقه اللعيبه نازله رايحه على الجون، اللعيبه بتعافر، اللعيبه عايزه تسجل، عايزه تكسب النهارده. فكابتن رضا شايف ان اللعيبه اللي موجوده ديت مش محتاجه تدعيمات في الترانسفير ماركت اللي جايه او فتره الانتقالات اللي جايه؟ اتكلمت قبل كده في الموضوع ده، دي حاجه بالنسبه لي انا كرضا، لا مش انا شايف ان انا مش محتاجين تدعيمات في شهر واحد، احنا عندي بديل واتنين، واللعيبه بره ما بتلعبش كويسه جدا، فانا شايف ان اللعيبه اللي موجوده قد المسؤوليه ويقدروا يكملوا سنه كامله، والامور بالنسبه لنا ان شاء الله هتبقى افضل، واستنوا الفرقه دي ان شاء الله لما يثقوا في نفسهم اكتر والامور بالنسبه لهم تبقى احسن، اتوقع ان الاداء هيبقى احسن من كده ان شاء الله. تقول ايه لعيبتك النهارده؟ قال لهم مبروك، كنت رجاله ورفعت راسي وراس نادي الجونه. وجود الفتره اللي فاتت كابتن رضا شغال معانا بشكل كويس جدا، بالذات على العامل النفسي كانت اهم حاجه بالنسبه لنا، والحمد لله الماتش اللي فات فرق معانا بنسبه كبيره، كان ماتش كبير مع فريق كبير بيراميدز، فالنتيجه ان انت تعمل نتيجه زي دي مع فرقه زي دي فرقت معانا نفسيا جدا الفتره اللي فاتت، فكنا نازلين يعني الحمد لله واثقين ان احنا بالفوز بس، والحمد لله ربنا كرمني بالجون، ان شاء الله تبقى دافعه للي جاي احسن باذن الله. عمرو طبعا زي ما انت قلت ان انتوا استغليتوا دفعه مباراه بيراميدز والفوز على بيراميدز، ولكن كابتن رضا شحاته كان بيتكلم معايا ان هو استفز اللعيبه، يعني مش هو ده اللعيبه اللي موجوده ما تستاهلش ان هي تكون في المكانه دي، احنا المفروض نبقى في مكانه ثانيه، احنا ان شاء الله الماتش ده يعني باذن الله حطينا ها يعني لسه بنقول بسم الله، فالماتش الفتره اللي جايه الماتشات بقى هتفرق معانا ان احنا نخش في المكان اللي احنا عايزينه والتارجت اللي احنا حاطينه يعني باذن الله. طب منذ تولي كابتن رضا شحاته المسؤوليه شفنا اداء مغاير لنادي الجونه، وفي روح كبيره جدا داخل الملعب وفي حاله كده مع اللعيبه، كلمني عن دوت يا عمرو. وزي ما قلت لك هو احسن حاجه في الكابتن رضا ان هو شغال على الحته دي بالذات، بيتعامل مع كل واحد وبيدي كل واحد حقه، هي دي اللي كانت فارقه معانا جدا، وازاي ان انت تشتغل على الانسجام بين اللعيبه جوه الملعب وبره الملعب. قبل الماتش كان بيفرجنا على صور للعيبه بره الدكه بتفرح معانا ازاي جوه الملعب، فالحاجات دي كلها فرقت معانا جدا، يعني حاجات تفاصيل صغيره جدا بتفرق مع الفرقه كلها بره وجوه. ففي روح حلوه وفي يعني المكسب انت عارف بيطلع كل حاجه حلوه موجوده بره وجوه، فان شاء الله اللي جاي يبقى احسن باذن الله. ما ينفعش يكون معايا عمرو بركاته ما اسالوش هل يمني النفس يعني ان شاء الله استمرار التالق العوده مره اخرى للنادي الاهلي؟ اكيد طبعا النادي الاهلي نادي كبير، والواحد اكيد حزين ان هو كان موجود في فتره كبيره من حياته بالذات 3 سنين وما شاركتش وما خدتش فرصه، فاكيد اكيد اكيد يعني الواحد نفسه طبعا ان هو يرجع وياخد فرصه بشكل احسن يعني.